عليكم ورحمه الله وبركاته. صبحك الله بالخير. علي. ايش حالك يا ابو احمد؟ خير. بعد ابو احمد وايه قلت اليوم بصيح. شو؟ لا كورن فليكس. كورن فليكس. كورن فليكس. تريد من ريوقي؟ ايه. نسي. ريوقي تعرف شو اليوم؟ ايه. شو؟ هذا بيض. بيض مع شيء ويا عاد؟ ريوقي اليوم أول بادي لحم هذا الخليل. ايه هذا الخليل حشوفوه. لا بد ولا عذر ابنه. رقم واحد. خليل. وجبنة حلوم وبيض سمان ودقة بس أربع نمونات. يوم وقت خدمته أول شيء قطعوا هذا يسمونه الخليق وحطوا فوقه جبنة حلوم، فوق جبنة حلوم البيض، وفوق البيض حطوا الدقة. شوفوها واضح. دقة. شو؟ دقة. إيش معنى هاي بالتصح 100%؟ شو اسمها؟ دقة. أشكر فنك. شوف تعال. هذا بيض السمان حيلي الحين. يا بدي حق بكره ريوق. كلش بكره؟ صلاح يقول ما تريق اليوم في البيت. He didn't eat breakfast. Right or wrong? Wrong sir, eat. تعلمت تكذب؟ ليش حبيبي؟ تتريق مرتين؟ لا واحد. بتغدي لا ايش قال؟ متريج هناك في البيت انت اليوم؟ زين وحين اللي تريقت هذاك شو؟ تريج؟ مرتين لو مرة؟ واحد. مرة ولا مرتين متريج؟ واحد. في البيت تريقت؟ واحد. ادري في البيت تريقت ولا لا؟ ايه. زين. زين وهني تو شو كلت الحين؟ شو؟ بيت. زين يعني اثنين مرة متريج؟ ايه. ليش تقول عيل مرة؟ وحاجة. قول التوبة. ما تتريق وديتين حبيبي. زين بتغدي الدب ها؟ والدب. انا الدب؟ اوبن اوبن فريج. فروم وير ذيس وان؟ مدام عشاء ام راشد. هي حافظ على بنت من مهنا هي الباجله الاولى. شيء الباجله شيء نمونتين. باجله نمونه على كبر الرايبه ونمونه ها ما تشوفون قب صبعين. ها اللي ما تهون عليه البيز تهون عليه البيز ياخذ من هذاك ها المن باربع ربيات ولا هذا المن باربعين. وبنت من مهنا ما شاء الله عليها ما تبالي هي على الله يحفظها يطول بعمرها. لا 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 توداي شو فود؟ One pasta lasagna. Uh-huh. One rice. Hey. Soup and rice. Uh-huh. One pasta. One chicken. A fish. The fish, the grilled fish. Same as the night, you know. Huh. I did not get back safe. Yalla, تعال. صلاح. Yeah. يا تعال دقيقة شوف تدري منو احب بيك؟ ايه بيك سيف ولد محمد بن احمد بن هامل القبيسي الحين بي الحين ايش رايك؟ بتريال وبسير؟ سير ما بتتريال؟ ريال بيكم كان بعيد عيب صراحة بعدين لا لا حبيبي الحين مشغول حبيبي؟ ادري ادري ان شاء الله لا بيك ريال مكان بعيد بعدين ليش حبيبي عيب؟ ليش عشان خاطر عشان خاطر ان شاء الله لا لا ترجع عشان خاطري دبي وراس عوشه زين زين شويه شويه الحين ريال بيوصل كذاب انا ما كذاب الحين بي قال 25 دقيقة بوصل خف على 25 دقيقة خلاص دقيقة خلاص ها صلاح عرفت هذا ابنه؟ هذا امه بنت خالك لازم اصورك شوف ايش قاعد ما بصور؟ لازم بصور ابوي هذا سيف ولد احمد بن محمد بن هامل القبيسي زين يا مرحبا يا مرحبا مليون من سرت لليت يا مرحبا بولد بنت خالي ما شاء الله شوف ايش قايل لسان؟ تصير الحين انت؟ الحين رجال جايينك من اخر الدنيا بتودر بتصير؟ خلاص شو بس خلاص بتصير؟ لا 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 قر 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 ها؟ الرجال حاطين له بيت قهوه بيجلس لا لا يجلس قر 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 شو القوم تروغك وين تبي تصير الحين انت؟ يعني على الله يحفظكم سيف بن محمد بن احمد بن هامل يا على الله يحفظ ابويا باللي هالهديه هذا ديوان ثاني بن عبود الفلاسي
You happy when I go to Philippines? Yeah. A lot of good things. I'm very proud. Proud شو يعني؟ شو proud يعني مفتخرة أخوي. أيوة. فالشاعر على الله غفر له بن عبود له الكثير من القصيد المقنى والمقروء ويعني من غنى له أكثر من غنى للشاعر بالروغة يعلى الله يطول بعمره الفنان من غنى لبن عبود الشاعر بن عبود الله يغفر له بالروغة يعلى الله يطول بعمره علي بالروغة أكثر من غنى. This is a new Delhi? Yes. New Delhi, بارك الله فيك. شكرا دوارك. You say hello to Sersey? Yeah, but he was busy. Say good morning for دوارك. Good morning. How are you? I'm fine. Welcome. Welcome to our house. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, دوارك. Thank you. أخيك معرس معرس. هذا الثاني فوق الهاملية. أنا أبوسك وحدة قبيسي. بتزعل علي بتنكبني عاد بتعزم عندك انت بيازمن هاملي وقبيسي شو خليت شو رايك يعطيك العافيه جزاك الله خير ما قصرت على الزياره وهديه مقبوله الله يطول عمرك سلم على الاهل كلهم الكبار والصغار يسر امورك في مال ابويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير صليت الظهر وظهرت بالبيت ما عندي شغل لا عندي دوام ولا شيات متقاعد شو أسوي يعني وما عندي ولا مراجعة في أي مكان لا عندي علم ولا خبر ولا سير ولا أي فقلت في خاطري ما بيوب العادم مركوز في البيت كنت بظهر طرت علي على الله يحفظكم صفة من صفات البني آدم ومفروض كل إنسان يتعلق بهالصفة كل إنسان حد درابها عاد شيء الصفة؟ الصفة صفة رد اليميل رد اليميل جميل حد ثوابك جميل كيف تنسى؟ حد ثوابك معروف حد ساعدك حد قدم لك خدمة تروم تنسى انت اليميلة هذه اسمها يمالة حد متين بلبي أنا أروم أقصر به اليوم أروم أي حد المعروف ما حد يحد المعروف ناكر الجميل ناكر الجميل وناكر المعروف هذا تشاهد الكلاب الضالة ولا تشاهده تشاهد ولو تنقطع بك السبل وتتقطع بك الصدقان وما عندك حد تشاهده بعد هذا ناكر الجميل ما تقدر تشاهده أكيد أنك ما تقدر تشاهده حد من العرب يسميه حاد يحاد المعروف يحاد المعروف هذا الياحد اللي ما يثمر فيه الخير وين تشاهده منو اللي يثمر فيه المعروف يثمر المعروف في ولد الحلال يثمر المعروف في ولد الحلال ولد الحلال هو اللي ما يضيع فيه المعروف اللي يذكر الجميل اللي لو تعطيه حتى قلاص ماء تم يذكر لك إياه طول العمر دبة الحياة يذكره في المثل دخلت دائرة معينة مكتب معين سألت رد عليك موظف نعتك قال لك سر المكان الفلاني بتحصل مطلبك هذا ما بمعروف مسوبك الآدمي زين الرجال هذا او الحرمه او الرجال هذا اللي خدمك هالخدمه هاي ما بيميله شو المفروض منك انت تشكره اضعف الايمان من العرب يقول لك لا هذه شغلته حاطين استقبال حاطين ابوي في الواجهه حقين عت العربي ووصف لهم انا اشكره ايش حق لا اشكره ولا تعنى هاي ابوي شغلت يقبض عليها راتب يخدمك ويخدم غيرك زين شكرا ما بيطيح منك النص ما بيطيح منك النص شو بيطيح منك النص الحين انت شكرته نصفك سيف العباس والله حد من العرب لو الواد ما تبت بيستوي عليك يوم بتبتسم له بتقول له شكرا يا ابوي ولا يا ولدي ولا يا اخوي الكلمه طيبه تظهر الغول من السرب وبشكرك له بشكرك للشخص هذا انت رديت اليمين رديت اليمين بطريقه مباشره بعد وأجمل صورة لرد الجميل من أجمل الصور لرد الجميل يوم بتيك مبادرة
من شخصية مرموقة في البلاد، والشخصية هذه تكون الله منعم عليها وتعبت من أول الزمان وجمعوا الثروة ومعترفين بفضل الدولة عليهم. معترف أهم شيء أنك أنت تقدر تقول هاي البلاد لها فضل علي، هنا البلاد هذه لها فضل، التراب هذا له فضل علي، كيف أرد؟ أنا كونت ثروة وكونت خير وكونت علم وخبر، فهذا كل من الخدمات اللي يأتي من هالبلاد. معلوم أني تعبت وشقيت ومن أول الزمان وأنا أكافح علشان أجمع الثروة، يقير هذا من وين؟ ما ينفرق، كل من هالبلاد، من هالبلاد ومن خيرها ومن التسهيلات اللي أنت حصلت عليها ومن الأمن والأمان اللي موجود في هالبلاد. والحين على الله يحفظكم، الأول اللواد ما تعرف إن هذا تاجر ولا هذا عنده ولا هذا ما عنده، الحين وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيونات والقنوات والجرائد وكل جهات التواصل الاجتماعي أبرزت أثرياء العالم، أبرزت. ترى في الوقت اللي خطف ترى عندك ما عندك ما حد يدري، الحين لا، لو سمونه في آخر الدنيا كل حبي يدريبه. فعلى الأساس الحين نحن في بلاد نعرف منو الطبقة العالية، منو الطبقة الوسطى، منو اللي عنده، منو اللي ما عنده، كل حد يدري. فآزم ما شيء غبي، ما شيء يتغبى هالزمان، لو تسوي اللي تسويها بتصيح بالمالح، انت كل يدري بك شانك عندك ما عندك، واللي ما عنده يوم الله يريد له بلمح البصر كن فيكون. الله قادر سبحانه وتعالى اني غني عن ثر الليل، عن ثر الليل يصبح غني. ورد المعروف من أصحاب رؤوس الأموال والعقارات والخير واللي عنده للدولة يرد المعروف للدولة. أنا عني روحي أشوفه واجب، واجب أنك أنت راعي المليارات هذه ترد المعروف اللي حصلت من هالبلاد، هو واجب، واجب يعني قيس مذهب معنا أصول، يعني هو ما بواجب قانوني لكن مفروض، يعني مفروض كل إنسان من اللي عنده هالمليارات وهالعقارات يجلس يتفكر بينه وبين نفسه، أنا وين هضلت هالدنيا؟ من وين لي؟ حد مخلفنا نعلم؟ ولا نازل علي المايدة؟ أنا ما بنازل علي المايدة، هذا أبوي شي جايني وياي هلية وياي يداني يداني من هالأرض، هذا الشي جايني من هالأرض وياييني من هالحكومة وياييني من عقب فضل الله فضل حكامها. تعينت في وظيفة كبيرة، تراني معناته اني حصلت تسهيلات، حصلت تسهيلات من وين؟ من هالارض، انت ما بحينك كاد بالملح فيهن. هي نعم، شيك على حساباتك وشوف البنوك، البنوك روحها قالت جيج، البنوك قالت جيج من البيزات اللي عندكم، البنوك قالت جيج. عنبو ما يلسى تفكر كيف ارد المعروف، كيف ارد المعروف حق هالبلاد؟ البنوك قالت جيج بتتفطر، بنوك قالت جيج من الخير اللي عندكم، انزين شو بتسوي بهن؟ حق منو بيتخلفن هالمبالغ الكبيرة هالمليارات؟ منو حقه؟ لازم على كل حال انك ترد المعروف، ترد المعروف مليون طريقة وطريقة ترد المعروف حق هالبلاد. كيف؟ كل آردي وكل بيز وكل كل آنة انت محصلنها انت وعندك حاليا هابوي كل ميموعة من هالأرض الطيبة. ترى ما تلاحظوا تربين كل فترة والثانية نسمع في الجرائد وفي الأخبار فلان لفلاني تبرع بنا شعبية حق الأرامل، فلان لفلاني أمر يبني عيادة في المكان الفلاني، فلان لفلاني يوز 40 شاب، فلان لفلاني تبرع للصندوق الفلاني لفك مساجين أو أدى عن حد يتعالج. بين فترة والثانية ترى نسمع فلان الفلاني يوز 40 شاب أو سوى الشيء الفلاني خير، هذا كل نوع من أنواع رد الجميل. اليوم يعني الله يحفظكم في جهات تدعمها الدولة وتعترفت بها مثل الجمعيات الخيرية، صناديق الاستثمارية، الجمعيات هذه موجودة معترفت بها الدولة لجل اللي ما يبى يتعبل أو روحه يصير يدور المحتاج أو يبني أو موجودة، فدعمك أنت يا المقيم أو يلي موجود على أرض هالدولة، دعمك لهالجمعيات الخيرية وهالصناديق الاستثمارية هذا نوع من أنواع رد الجميل.
يوم ما بالكثير لو الجليل، لو ما بالكثير الجليل يسد. وبدعمك للصناديق الاستثمارية وبالصناديق بالمؤسسات الخيرية أنت ترد الجميل بهالطريقة، هذا نوع من أنواع رد الجميل. صندوق الوطن يثني على مبادرة معالي أحمد جمعة الزعابي، بتبرع للصندوق بريع بناية تجارية كامل لصندوق الوطن. يعني عبارة معالي الوزير تبرع برج كامل، وقف 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 كامل حق الصندوق. والعالم كلها تقول الحلال عديل الروح، منو يهون عليه يتبرع؟ جليل. وهذا نوع من أنواع رد الجميل. هي وايده العرب اللي عندها، وايده الناس اللي تملك مال المؤمنين والمؤمنات، يا غير ما يهون عليهم يظهرون آردي. والريع هذا يصب في صندوق الوطن، صندوق الوطن يدعم المشاريع التنموية والاقتصادية وكل ما يخص البلاد. كل الشكر والتقدير، كل الشكر والتقدير لمعالي أحمد جمع الزعابي، على الله يحفظه ويطول بعمره، يدفع الشر والبلاء عنه وعن ذريته. ونطلب من الله أن الله يسخر كل تاجر وكل إنسان مقتدر أن يحذو بحذو أحمد جمع الزعابي. نعم، معالي أحمد جمع الزعابي قام ببادرة يشكر عليها، قام ببادرة يشكر عليها ودفع الله الشر والبلاء عنه. فياليت أن الله يسخر باجي التجار واللي عندهم رؤوس أموال يشاركون في هالصندوق. دعم صندوق الوطن هذا واجب، مش ملزمين انتوا عليه، غير مفروض كل إنسان يشارك. اللهم لك الحمد، البلاد ما عليها قصيرة، البلاد ما عليها قصيرة، الخير فوقها وتحتها. يا غير من المفروض انك انت تبادر، من المفروض انك انت تبادر بدعم صندوق الوطن. على كل حال دعم الصندوق وايد ضروري، لانك انت بدعمك لصندوق الوطن هذا انت تخفف العبء على الحكومة، تساهم رد جميل يا ولد العرب، رد جميل. وبدعمك انت للصندوق هذا ابوي لا عيب ولا بنقود، هذا شيء تشكر عليه وتؤجر من رب العالمين بيك الاجر. لا تصير بعيد، خان صاحب أحد تجار دبي باني شعبية كاملة بزمها وعراها في أم القيوين للأرامل والفقارة والمساكين، طلب منه حد أمره، حد قال له، ما حد طلب منه، روحه من ذات نفسه. شو معناه؟ ولا حب للوطن. وأنا يعني الله يحفظه خان صاحبي لا أعرف لا من باب ولا من سبع ولا دا الباب بيتهم وين مجبل. يا غير أنا طريت الموضوع هذا، أول بادي بنية أن الوادم تدعى له وتدعي له بالخير وأن الله يدفع الشر والبلاء عنه وعن ذريته، وأن الوادم اللي من غير تحذو من حذوه وتقلده هو وغير من اللي سبقوا في عمل الخير للدولة هذه والغير. الله يحفظكم، وايده التجار وايده العرب اللي مساعده الناس والفقارة والمحتاجين. يا غير أنا ما بروم وما بوبل أذكرهم كلهم، يا الله يحفظ. يا غير أنا لفت انتباهي مبادرة أبو علي على الله يطول بعمره، معالي أحمد جمع الزعابي، لأنه شيء حديث وأعتقد أنه ويتها المبادرة في وقت ما حد يهون عليه، تظهر شرخي من مخباه البيز ما تهون عليهم، حين العرب ما تهون عليهم البيز. الوادم ينت عاده من البخل حين لابسنهم لبس الجان، ينت العرب في تيميع البيز، احنا أبوكم أظهروها. من يسمعون بحد محتاج ياينهم ولا يبع علم ولا خبر ينينونهم، تحرى يا ابوك لابسنهم جان، تخبلوا ظلمت حتى ويوهم تظلم. والله العمي صدق رمسكم، يا حد من العرب من تطلبه شيء غدا ويها عسر، غدا ويها مظلم. آدم يدير عيونه يا غير بنكه، نعم لازم يدير عيونه يا غير بنكه، ما تهون عليه البيزه. الله بالمستعان.
لن نجزي الوطن ولا راعي الوطن ولا ما يقدم من قيادة الوطن لهذا البلد. البلد أعطانا شيء كثير. وبالنسبة لموضوع البناية أو وقف بناية لصالح صندوق الوطن، أنا أعتقد الهدف اللي أنا يعني كنت أتمنى أو أني أصل له هو أن نرسل رسالة لإحياء ثقافة الوقف في المجتمع. الأوقاف في التاريخ الإسلامي كانت في فترة من الفترات يعني تقدم خدمات جليلة للمجتمع، ولكن مع مرور الوقت الناس بدأوا ينسون هذا الشيء. وكان هدفي فقط هو أن أرسل رسالة للمجتمع بأن نشجع أخواننا المواطنين والمقيمين على تقديم أو على إحياء تراث الوقف في دولة الإمارات، وأن هذا الوقف في النهاية كل ما أوقف سيكون ريع لصالح الوقف. بشوفك في السناب شات تشوفه؟ شوف لو لايتي؟ ايه شو؟ لو لايتي شو طعمه؟ طعمه لو لايتي. لو لايتي ها؟ حبتين قول طعمه لو لايتي يا عمي خالك. حبتين عمي خالك. حبتين عمي خالك. مساكم الله بالخير. تتم للموضوع الظهراني مال الظهر اللي كنا نطريه في تتم على الله يحفظكم بخصوص في على الله يحفظكم. أنا أريد أذكر بعض المبادرات والمشاريع اللي قاموا بها أفراد من تجار وذو مناصب عليا ومن الناس اللي أنعم الله عليهم بالخير الوفير وهم ما قصروا. فالناس هذه اللي نحن اللي بطريها انا الحين ها لهم حق علينا نحن، لهم حق علينا نحن ان نطريهم ونثني عليهم، نطريهم ونثني عليهم، وكل يدعي لهم بطولة العمر وان الله يغفر لوالديهم، كل من سوى خير ومعروف. هذا على الله يحفظكم عرفانا منا نحن بالجميل اللي هم سووه لهالبلاد والشعب هالبلاد داخل الدولة وخارج. حينه ما بلا انت حين يا الانسان الطالب التيار سووا 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 سووا، لا بعد انت مفروض منك يا الانسان المستفيد، المستفيد ان كنت شخص او دولة او وزارة داخل الدولة وخارجها او هيئة ايا كان، لازم تذكر المعروف هذا، انك تذكر المعروف هذا. انت واجف وانت يالس تدعي لهم حتى في صلاتك ان رب العالمين سخرهم لك انت والبلاد. الشخصيات اللي تسوي المعروف هذا وايد ومن عشرات السنين يا غير ما حد يطريه ولا حد يدريبه في كتم في طي الكتمان. مثل ما هالجماعة وهالتجار قاموا بفعل الخير ورد الجميل لهالدولة، نحن بعد مفروض منا نحن نطريهم ونشكر، لأن اللي لا يشكر للناس لا يشكر لله سبحانه وتعالى. مدامك أنت ما تشكر على العرب وعلى الوادب اللي يسوي لك عبارة ما تشكر لله. والمبادرات اللي قامت بها رموز الدولة من تجار ومن وزراء ومن أعيان ومن اللي يكون، هذا ما بشيء غريب عليهم. وهالطبع وهالمذهب الزين ها وين عرفوه؟ عرفوه من ميالستهم في ميالس حياة الشيخ زايد عليه الجنة. كان حياة الشيخ زايد عليه الجنة يحث التجار في جميع الميالس وفي جميع اليلسات داخل الدولة وخارجها بمساعدة اللوادم، كان يحثهم ويشجعهم على فعل الخير ومساعدة الناس خارج الدولة وداخلها. ومقاطع الفيديو لمنتشرة في البلاد من عشرات السنين وايدة في ميال حياة الشيخ زايد اللي يحث التجار، المقاطع اللي فيها موثقة في فيديوهات وفي كل مكان موجودة متداولة على سناب شات وعلى الواتساب اللي يحث فيها حياة الشيخ زايد، يحث التجار والعيان ويحث كل إنسان يملك القوة وعنده استطاعة بالمساعدة يساعد. وكل هاللي تسمعوه حاليا موجود من التبرعات ومن فعل الخير، هذا ترى اسمه خلق متوارث. فالتجار الموجودين الحاليين اللي نحن نعاصرهم حاليا ورثوا هالمعاني من مجالسة الناس الكرام. وعلى سبيل المثال تبارك الرحمن أنا ما أقدر أحصاهم هالجماعة ما ينحصون، لكن اللي بقدر أذكره بذكره وبخبركم به.
مثلا عندك جمع الماجد الله يبارك في عمره وفي حياته، مشاريع وقفية، مشاريع خيرية وايدة لا تنعد ولا تنحصى. منها على سبيل المثال كلية الدراسات الإسلامية. كلية الدراسات الإسلامية من 25 سنة مفتوحة، من 25 سنة مفتوحة هالكلية، وتنفق وهو ينفق يا الله يمد بجله من كيسه الخاص من حسابه روحه، ينفق على كل الطلبة اللي موجودين في الكلية من 25 سنة محدرة قير الله سبحانه وتعالى. واليوم عاد أنا شعت ودعت، والمستفيدين واللي تخرجوا آلاف المؤلفة من هالكلية من جميع دول مجلس التعاون في حب الله، والإنفاق هذا الإنفاق على الطاقم المدرسين من دكاترة بروفيسورية معاشات حتى للطلبة كان ريت. 25 سنة 25 سنة لا كتبت لا جريدة ولا اهتم فلان ولا علان ولا زيد ولا عبيد، 25 سنة هو يبذل من حر ماله، يبذل من ماله الشخصي في حب الله لمساعدة كل الطلبة العلم. والكلية اللي مسوينها يدرسون فيها من الفئتين الذكور والإناث، ويمشي لهم راتب شهري ما بلازم آلاف المؤلفة لو بس زين. مستشفى في رأس الخيمة اسمه مستشفى عبيد الله، مستشفى عبيد الله مستشفى من أكبر المستشفيات في رأس الخيمة، وهذا نوع من أنواع رد الجميل. بنى المستشفى في مسقط رأسه، رأس الخيمة مسقط رأس عبيد الله. إنزين، وعلى سبيل المثال سلطان بن علي العويس باني مستشفى في دبي، لكن أعتقد يا مستشفى الكويتي أو هو مستشفى البراحة العلم عنده، فأنا مش متأكد من هالمعلومة، لكن أكثر ظن أنه مستشفى البراحة، يا مستشفى البراحة ولا المستشفى الكويتي، والعلم عند الله. اللي رمت أتذكره وطرأ علي الباجي كله على الله ما علم الغيب، لكن هاللي رمت أتذكره طريت لكم إياه، وسامحوني على الإطالة وطولت عليكم، وتراها لا تقصير دوب وتذكير بفعل الخير، جزاكم الله كل خير. وعن طرفي أنا على الله يحفظكم، الحين أبوي بصلي وبتوكل على الله وبسير النادي بعشو تحرم.